عندنا حاجه جديده بقى ان اول مره تحصل في الامتحانات وان هو طارق ياخد مراته وايه ويجري ويهرب. الشهيد مصطفى سلام عين بنات الوسطى الاعداديه بنات سابقا بني سويف هروب ورقه الاستاتيكا. تم طالب ميم حاء عين تمكن من الهروب بكراسه ماده الاستاتيكا وقد تم ابلاغ الشرطه وجرى اتخاذ اجراءات القبض عليه وقد تم ابلاغ العضو القانوني باللجنه للقيام بالتحقيق واتخاذ الاجراءات. الشهيد محمد مصطفى سلامة الاعداديه بنات الوسطى. مدرسه احمد حلمي الثانويه الرسميه لغات دي القاهره الساحل غش بالموبايل في ماده الايه الفلسفه ضبط الطالب ياء فاء ميم وبحفظات جهاز موبايل ولم يتمكن من اتاحته على مواقع التواصل وقد تم ابلاغ العضو القانوني باللجنه للقيام بالتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمه. انا عايز اقول حاجه مهمه قوي كان لازم اقولها في الاول. النهارده مفيش مواقع حتى اي اسئله على ان هي تقول ان ده الامتحان. النهارده الصبح مفيش اي حاجه حصلت. وبالتالي لا يوجد اي تسريب نهائيا سوى حالات الغش الفرديه اللي تم ضبطها في وقت سريع جدا وبالتالي لا تؤثر ابدا على تكافؤ الفرص ولا في عداله ولا في جزاء الامتحان.